استقبل اسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى والذي قدم لسموه أفراد المنتخبات الوطنية الحائزة على البطولة الآسيوية 13 لاختراق الضاحية والتي أقيمت في المملكة مؤخرا. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن سعادته البالغة هذه النتائج الإيجابية التي تحققت والتي تعكس وجود القدرات الرياضية العالية التي تمتلكها مملكة البحرين. وثمن سموه الدعم المستمر الذي يقدمه جلالة الملك المفدى وحكومته الرشيدة للرياضة والرياضيين، حيث يشكل هذا الدعم المستمر أرضا خصبة لتعزيز المكتسبات التي تحققت في هذا العهد الميمون. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالجهود الحثيثة التي يبذلها سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى نحو التطوير والرقي بهذه الرياضة، حيث شهدت المزيد من خطط التطوير التي أدت بها إلى تحقيق النجاح في مختلف البطولات العربية والإقليمية والدولية. من جهته أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن عميق شكره وامتنانه لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على دعمه ورعايته للحركة الرياضية بشكل عام ورياضة ألعاب القوى بشكل خاص. وعهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالسعي وراء تحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة في الاستحقاقات المقبلة. يذكر أن منتخباتنا الوطنية نجحت في تحقيق لقب البطولة الآسيوية 13 لاختراق الضاحية، حيث احتلت منتخباتنا المراكز الأولى في جميع الفئات وفازت ب11 ميدالية ملونة في المجموع العام. وفي ختام اللقاء تلقى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة ميداليتين تذكاريتين من السيد محمد جلال نائب رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى.